أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في رحاب مدرستكم مدرسة نت. درسنا لنهار اليوم هو أن نتعرف عن القيمة المقربة مدور عدد طبيعي أو عشري. التمرين الأول، أنجز عموديا القسمة العشرية لـ 0.82 على 0.3. درنا في الدرس السابق كيف ننجز هذه القسمة العشرية بالتقريب إلى 0.01. ما معنى هذا؟ معناها كي نكونوا نديروا القسمة العشرية راح نتحصلوا على حاصل غير منتهي. قالوا لنا خذوا ثلاث أرقام بعد الفاصلة بالتقريب إلى 0.01، معناه ناخذوا ثلاث أرقام بعد الفاصلة. ثم أتمم الجدول التالي. في هذا الجدول عندنا هنايا 0.82 على 0.3، نحطوا الحاصل. من بعد نعطيو القيمة إلى القيمة المقربة إلى الوحدة بالنقصان ثم بالزيادة. إلى 1 على 10 يعني كي ناخدو رقمين بعد الفاصلة، وكي ناخدو ثلاث أرقام بعد الفاصلة 1 إلى 100. واحد على 100 نحصر الحاصل ونعطي مدور هذا الحاصل. الإجابة أولا نديرو عملية القسمة اللي هي 0.82 قسمة 0.3. واش تعلمنا الحصة السابقة؟ تعلمنا أنه هادية نرجعوها على شكل كسر، معناه تصبح 0.82 على 0.3 على شكل كسر. نروحو نشوفو واش عندي في المقام. هادية كطريقة أولى، لكن عندي في المقام عدد عنده رقم واحد بعد الفاصلة، نقدر نضرب البسط في 10 ونضرب المقام كذلك في 10. الطريقة الأخرى هي نروح نشوف شكون هو العدد اللي عنده أكبر أرقام بعد الفاصلة. كيما هنايا عندي البسط عنده رقمين بعد الفاصلة، معناه أضرب البسط والمقام في 100. وهذا ما فعلته من باب التغيير. يعني الحصة الماضية كنا درنا تمرين وين ضربنا على حساب واش كاين في المقام، لكن الآن حسبت عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة. كيما هنايا كاين رقمين بعد الفاصلة، نروح نضرب البسط في 100 والمقام في 100، فنتحصل على 82 على 30. 82 على 30 نعطيها 2. 2 في 30 يساوي 60. 82 على 60 النتيجة هي 22. ننزل الصفر ونضع الفاصلة. دائما مع إنزال الصفر نضع الفاصلة. فمئتان وعشرون قسمة 30 يساوي 7. 7 في 30 هو 210. 220 ناقص 210 يعطينا 10. نزيد ننزل صفر آخر. 100 قسمة 30 نعطيها 3. 3 في 30 هي 90. 100 ناقص 90 يساوي 10. رانا نلاحظوا أعزائي التلاميذ أن الباقي يتكرر، يعني في كل مرة رانا نوجدوا 10، في كل مرة رانا نلقاو 10. إذا نزيد نكمل، أضع الصفر ونزيل الصفر ونزيد 3 في 30 يساوي 90، عفوا يساوي 90. 100 ناقص 90 يساوي 10 إلى آخره. هنايا هما قالوا لنا إلى 0.01. 0.01 فيه ثلث أرقام بعد الفاصلة، معناه الحاصل تاعي رايح نحبس عن ثلث أرقام بعد الفاصلة. هذا العدد اللي لقيناه هو اللي نروحو نكتبوه في الجدول. بمعنى 0.82 على 0.3 يساوي 2.733، وهذا هو اللي رايحين نخدمو به. قالكم أعطي القيمة المقربة للحاصل، يعني القيمة المقربة لـ 2.733 إلى 10، عفوا إلى الوحدة. أولا إلى الوحدة. إلى الوحدة واش معناها؟ ناخدو الجزء الصحيح فقط، ناخدو غير هذا الجزء الصحيح. بالنقصان ناخدو الجزء الصحيح كيما راهو نكتبوه، معناه هنايا نكتبو 2. إلى الوحدة القيمة المقربة إلى الوحدة بالزيادة، معناه الجزء الصحيح نزيدو له 1 ونكتبوه فيصبح 3. أعيد، عندي الحاصل اللي تحصلت عليه بعد ما درت عملية القسمة. قالوا لنا أعطي القيمة المقربة لهذا الحاصل إلى الوحدة بالنقصان ثم بالزيادة. إلى الوحدة معناه ناخذ الجزء الصحيح فقط. بالنقصان الجزء الصحيح ناخده كما هو ونكتبه، بالزيادة نزيد له 1 ونكتبه، يولي عندي 3.
القيمة المقربة تاع الحاصل إلى 1/10. واش معناها؟ قادرين يقولوا لكم 1/10 كما قادرين يقولوا لنا القيمة المقربة إلى 0.1، معناه نأخذ رقما واحدا بعد الفاصلة، نأخذ رقم واحد بعد الفاصلة، رقم واحد بعد الفاصلة نكتبه هنايا بالنقصان، نكتب العدد أو الحاصل برقم واحد بعد الفاصلة، معناها 2.7 نكتبوها هنايا. بالزيادة الرقم الأخير نزيد له واحد، معناه في بلاصة ما نكتب 2.7 نكتب 2.8. إذا بالنقصان هي 2.7 وبالزيادة هي 2.8. القيمة المقربة للحاصل إلى 1/100 كان بإمكانهم يقولوا لي إلى 0.01 ماشي إلى 1/100. كذلك تما راح ناخذوا القيمة المقربة برقمان بعد الفاصلة. بالنقصان ناخذوا الحاصل برقمان بعد الفاصلة، هكذا هي 2.73 كما راهو عفوا. وبالزيادة دائما الرقم الأخير نزيد له واحد، صافي يولي لي 2.74. بالنسبة للحصر معناه نروحو نحصرو، ما نروحوش نحصرو الحاصل، نروحو نحصرو القيمة المضبوطة للحاصل. واش هي القيمة المضبوطة للحاصل؟ هي 0.82 على 0.3، نروحو نحصرو الكسر. كي لقينا هنايا بعد ما لقينا القيمة المقربة بالنقصان ثم بالزيادة، نقدروا نديروا الحصر إلى الوحدة، إلى 1/10 وإلى 1/100. أولا 0.82 على 0.3 نقدروا نحصروه بين 2 و3، حصر إلى الوحدة. كذلك نقدروا نحصروه بين 2.7 و2.8، لكن لازم نكتبوا الكسر وهما يقولوا لنا الحصر إلى الوحدة، الحصر إلى يعني إلى 1/10 إلى آخره، على حسب السؤال يكون مذكور قبل. اما بالنسبه لثالثا يكون الكسر تاعنا 0.82 على 0.3 محصور بين 2.73 و2.74. اما المدور يقولوا لنا المدور الى الوحده، المدور الى 1/10، المدور الى 1/100. هنايا الفرق بين المدور والقيمة المقربة بالنقصان أو بالزيادة هو أنه في المدور ما يقولوناش بالنقصان ولا بالزيادة، حنا اللي نعرفوا هل رايحين نديروه بالنقصان أو رايحين نديروه بالزيادة. كيف نعرف ذلك؟ عندي القيمة المقربة لهذا الحاصل إلى الوحدة، معناه كما قلت سابقا أنه ناخذ الجزء الصحيح فقط، إلى الوحدة معناه ناخذ الجزء الصحيح فقط. الجزء الصحيح تابعوا معي راح نكتب. اذا الجزء الصحيح عندي انايا 2.733، الجزء الصحيح تاعي هو 2، باش نذكر القيمة المقربة الى الوحدة ولا المدور عفوا الى الوحدة، لانه اذا قلت القيمة المقربة، القيمة المقربة واش فيها؟ فيها بالنقصان، فيها بزيادة. لا قال لي بالنقصان، رايحة ناخذ القيمة المقربة كما بدوها لي، لا قال لي بزيادة، رايحة نضيف واحد الى هذا العدد او الى الرقم الاخير تاع هذا العدد. هنايا قال لي اعطيني المدور، مباشره انا رايحه ناخذ الجزء الصحيح تاع هذا العدد، نروح نشوف واش كاين قبله. اذا كاين قبله رقم من 0، 1 2 3 4، لو كان كاين هنا 0 او 1 او 2 او 3 او 4، ناخذ الجزء الصحيح مباشره نكتبوه هنا. اذا كان بعد الجزء الصحيح عندي 5 6 7 8 او 9، يعني احد هذه الارقام، معناها هذا الجزء الصحيح نزيد له واحد ونحطه. اذا المدور كيفاش نعرف بالنقصان او بالزياده؟ لكان موراه هذاك الجزء الصحيح، لكان موراه رقم من 0 الى 4، ناخذ القيمة المقربة إلى الوحدة بالنقصان. لكان موراه رقم من 5 إلى 9، ناخذ القيمة المقربة إلى الوحدة بالزيادة. إذا هنايا واش رايحين تجعلينا؟ واش رايحين نديرو؟ رايحين نديرو 3. لماذا؟ لأنه قبل الجزء الصحيح عندي 7 و7 كبير على 5.
بالنسبة إلى المدور إلى 1/10 نفس المبدأ، نجي لهنايا عندي 2.733، حبيت ناخد المدور إلى 1/10 معناها رايحة ناخد رقم واحد بعد الفاصلة، معناها رايحة ناخد هدايا 2.7. نروح نشوف واش كاين قبله. إذا كاين رقم من 0 لـ4 معناها راح ناخد 2.7 مباشرة نكتبه هنايا. إذا كاين رقم من 5 حتى لـ9 هدايا 7، هذا الرقم الأخير نزيد له 1 يولي لي 2.8. إذا حنا رانا نلاحظوا أنه قبل 7 عندي 3 و3 صغير على 5، وبالتالي نروح نحط 2.7. نفس الشيء إلى المدور إلى 1/100، لكن هنايا رايحين ناخدو رقمان بعد الفاصلة، معناها رايحة تولينا 2.73، إما ناخدو 2.73 أو 2.74 على حسب العدد اللي يجي قبل. لكن هنايا أصغر من 5 ناخدو 2.73، لكن أكبر من 5 ناخدو 2.74. هنا عندي 3 و3 أصغر من 5، إذا نكتب 2.73. مثال آخر أو تمرين آخر أعزائي التلاميذ حتى تكون المفاهيم راسخة، أنجز عموديا القسمة العشرية لـ 35.14 على 3.1 بالتقريب إلى 0.001. إذا وضحت هذه النقطة، قلت كي يقولون بالتقريب إلى 0.001 معناها كي نديروا القسمة العشرية ناخدوا 3 أرقام بعد الفاصلة. عدد الأرقام بعد الفاصلة يكون على حسب عدد الأرقام اللي موجودة بعد الفاصلة هنايا. بعد ذلك نتمم الجدول، هو نفس الجدول السابق. إذا قلنا أولا نديروا عملية القسمة، 35.14 قسمة 3.1. أول مرحلة رانا نشوفوا أن البسط، عفوا نشوفوا بلك القاسم والمقسوم راهم أعداد عشرية، وبالتالي لازم نرجعوه على شكل كسر فيه بسط ومقام، فتصبح 35.14 على 3.1. طريقتين، إما نشوف أي العددين عنده أكثر عدد الأرقام بعد الفاصلة، معناه مثلا عندي 35.14، إذا نضرب البسط في 100 والمقام في 100 لأنه عنده رقمان بعد الفاصلة، أو نشوف المقام ولا القاسم شحال عنده من رقم بعد الفاصلة، عنده رقم واحد نضرب البسط والمقام في 10، هي راح تخرج لي نفس النتيجة. اخترت أنه نضرب في 100 فأتحصل على يعني نحي كامل الفاصلة، فتصبح 3514 على 310. دير عملية القسمة، 3514 على 310، ناخد 351، نعطي لها 1، 1 × 310 تساوي 310، هنا يقعد لي 41. أنزل الأربعة، 414 قسمة 310 نعطي لها كذلك 1، 1 × 310 يساوي 310، 414 ناقص 310 يساوي 104. 104 راه أصغر من 310، ولذلك ننزل الصفر ونضع الفاصلة. 1040 قسمة 310 نعطي لها 3، 3 × 310 يساوي 930، 1040 ناقص 930 يساوي 110. كذلك باش نكمل عملية القسمة ننزل صفر، 1100 قسمة 310 نزيد نعطي لها 3 تساوي 390، عفوا تساوي 390، ندير 1100 ناقص 300 عفوا 900 وثلاثون، عفوا 930، إذا ندير 1100 ناقص 930 راح تحصل على باقي، نزل صفر وواصل القسمة على 310 حنعطيه 5 إلى آخره. معناه الحاصل اللي تحصلنا عليه، لم أركز على هذه النقطة لأنها ليست درس اليوم. إذا الحاصل اللي تحصلت عليه بثلاث أرقام بعد الفاصلة هو 11.335. هذا الحاصل اللي تحصلنا عليه هو اللي رايحين نكتبوه هنايا في الجدول. إذا نكتبوا 35.14 على 3.1 يساوي 11.335، ثم نملأ الجدول. القيمة المقربة إلى الوحدة بالنقصان، معناه ناخذ الجزء الصحيح مباشرة نكتبوه هنايا هو 11. القيمة المقربة إلى الوحدة بالزيادة، الجزء الصحيح نزيد له 1 يصبح 12.
بالنسبة إلى القيمة المقربة إلى 1/10، وش معناه 1/10؟ معناه ناخذ رقم 1 بعد الفاصلة يصبح 11.3. بالنقصان ناخذ العدد كما راهو 11.3 ونكتبوه. القيمة المقربة إلى 1/10 بالنقصان هي 11.3. القيمة المقربة إلى 1/10 بالزيادة آخر رقم، ناخذ رقم 1 بعد الفاصلة، والرقم الأخير هذاك الرقم الواحد اللي بعد الفاصلة نزيد له 1 يولي لي 11.4. بالنسبة إلى القيمة المقربة إلى 1/100، معناه ناخذ رقمان بعد الفاصلة. بالنقصان ناخذ العدد كما راهو برقمان بعد الفاصلة اللي هو 11.33. بالزيادة العدد ناخذ برقمان بعد الفاصلة والرقم الأخير أضيف له 1 فيصبح 11.34. بالنسبة للحصر كذلك، إذا نحصر قلنا الكسر ديالنا اللي هو 35.14 على 3.1، إلى الوحدة نحصره بين 11 و12، إلى 1/10 نحصروه بين 11.3 و11.4، وإلى 1/100 نحصروه بين 11.33 و11.34. يعني القيم المقربة اللي وجدناها هي اللي نديرو لها، هي اللي نحكمو الكسر ديالنا ونديروها نديرو له الحصر انطلاقا من القيم المقربة. بالنسبة للمدور كما تكلمنا سابقا، قلنا المدور كيفاش نعرف إذا ناخد المدور إلى الوحدة بالنقصان أو بالزيادة؟ العدد أو الرقم الذي يوجد قبل الجزء الصحيح، يعني هنا عندي 11 هو الجزء الصحيح، واش كاين قبله؟ كاين 3، 3 أصغر من 5، إذا المدور إلى الوحدة هو 11. بالنسبة للمدور إلى 1/10، معناه ناخذ رقم 1 بعد الفاصلة، 11.3 واش كاين قبله؟ عفوا، كاين قبله 3، 3 أصغر من 5، إذا يصبح 11، ولا ناخذ 11.3 هو المدور إلى 1/10. بالنسبة للمدور إلى 1/100، معناه ناخذ رقمين بعد الفاصلة، نشوف واش كاين قبل هذا الرقمين، كاين 5، 5 هو أكبر، يعني هو ينتمي إلى الجزء اللي من 5 حتى ل 9، وبالتالي المدور إلى 1/100 هو 11.34. ان شاء الله اعزائي التلاميذ يكون هذا درس مفهوم وواضح بالنسبه للقيم المقربه والحصر. شكرا على حسن الانتباه والمشاهده. لا تنسوا ان تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.